فيما يخص التضخم، المؤشر تاع 2021 سجلنا تقريبا 7.23% من التضخم في الأسعار عند الاستهلاك، هذه أسعار عند الاستهلاك، بعدما كانت في 2020 تقدر ب 3.52%، معنا مشينا من 3.52% في 2020 إلى 7.23% في سنة 2021، وثمان أشهر الأولى معدل تاع 8 أشهر الأولى تاع 2022 مقارنة إلى 8 أشهر نفس 8 أشهر الأولى ل 2021 تقريبا رانا في 9.6%. وهنا يمكن الإشارة إلى أن بين أسباب ارتفاع هذا المؤشر هناك ارتفاع أسعار المواد الغذائية.